هم النور، نور الله جل جلاله. خوش قصيدة لابن العلندس، وهذا فقيه عالم أديب. هم النور، نور الله جل جلاله. هم التين والزيتون والشفع والوتر. هذه مضامين روايات، يعني ما جايب الكلام من عنده، لا، قارئ الرواية وسجلها بشعر. وهاي القصيدة صاحب كتاب الغدير الشيخ رحمة الله عليه العلامة الأميني يقول: ما ذكرت في مجلس إلا وحضره صاحب العصر والزمان. سلام الله. هم النور، نور الله جل جلاله. هم التين والزيتون والشفع والوتر. مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر. ولولاهم لم يخلق الله آدما. الله. ولا كان زيد في الوجود، ولا عمر، ولا سطحت أرض، ولا رفعت سماء، ولا طلعت شمس، ولا أشرق البدر. ونوح بهم في الفلك لما دعا نجا. الله. وغيظ به طوفانه وقضي الأمر. ولولاهم نار الخليل لما غدت. الله. سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر. ولولاهم يعقوب ما زال حزنه، ولا كان عن أيوب ينكشف الضر. ولا لداود الحديد بسرهم، فقدر في سرد يحير به الفكر. وهم سر موسى والعصا عندما عصى أوامره فرعون والتقف السحر. ولولاهم ما كان عيسى ابن مريم لعازر من طي اللحود له نشر. سرى سرهم في الكائنات وفضلهم، وفي كل نبي لهم من سره سر. فذلي بكم عزنا. الله. فذلي بكم عزون، وفقري بكم غنى، وعسري بكم يسر، وكسري بكم جبر. سأندبكم يا عدتي في شدتي يا الله، وأبكيكم حزنا إذا أقبل العشر. مصابكم يا لطه يا مصيبة يا الله، ورز على الإسلام أحدثه الكفر. أيقتل ظمآن الحسين بكربلاء
وفي كل عضو من ألام بحر، ووالده الساقي على الحياة وضفي غد، وفاطمة ماء الفرايات لها مهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. الإنسان بعض الأوقات ممكن يصير ظالم، ممكن يصير مظلوم. طبعا الآية تقول وكان الإنسان ظلوما، طبيعة الإنسان هو عنده ميل للظلم والاستبداد. على كل حال، فبعض أوقات إذا صار إنسان مظلوم، والحسين مظلوم، أنا راح مختار الآية هذه حتى بعدين أقول لك شلون الحسين صار مظلوم، وله حق أن يتكلم ضد ظالمه. الآية تقول الله لا يحب الجهر بالسوء من القول. السوء الكلمات النابية، زين، السب، الشتم، اللعن، الاستهزاء، السخرية، الكلام البذيء، الفحش في القول، هذا كله سوء، الله ما يحب هذا. ها؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذه الكلمات الله ما يحبها، خصوصا إذا أنت اختلفت مع شخص، إذا حتى ظلمت ذا الشخص. يقول الله في القرآن إلا من ظلم، الشخص المظلوم يجوز له أن يجهر بالسوء ضد ظالمه. الآية واضحة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، في استثناء، فالمظلوم يجوز له شنو أن يتكلم ضد ظالمه، كأن يدعو على الظالم، يفضح الظالم، زين، يقاطع الظالم. بالأخير هو الفقهاء يستفيدون من هذا الآية جواز الغيبة، الغيبة حرام. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة هو أن تذكر أخاك بصفة موجودة فيه، ولكن تستهدف من ذلك الكلام هو التنقيص من شأنه والحط من قدره وتسقيطه في المجتمع. الغيبة دي حرام، لكن في موارد يجوز الغيبة منها المظلوم. المظلوم يجوز له أن يغتاب شنو؟ ظالمي. طبعا الله لما يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لأن الله ستار العيوب، الله يحب يستر العيب، واضح له؟ أنت حين اختلفت يا أبوك يا أمك ويا طليقتك، ماكو داعي تفضحهم قدام الناس والعايم، تتبع عوراتهم وعيوبهم، ها، وتعلنها قدام الناس والعالم وتسوي صحيفة وفي الواتسابات وإلى آخره. لا، ما الله يقول إذا تقدر تستر استر، إن الله ستار العيوب، الله رؤوف بعباده، الله رحيم بعباده، الله ما يبي يفضح العبد. أنت الإنسان يكتكب الذنب ويعرف إن هذا الذنب، ها، بس لأنه شنو؟ مغتر بستر الله عليه، يقول الحين أنا لو سويت هذا الله بيستر علي، بيغفر لي، عندك أمل بأن الله يستر. زين، إلهي ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا جاحد بربوبيتك ومتعرض لسخطك،
وإنما خطيئة عرضت وغرني سترك المرخى علي. واضح؟ الله ستار العيوب. إلهي شو تقول في دعائكم؟ إلهي كم من قبيح سترته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. فإلهي كم من قبيح سترته. شو تقول في دعاء الصباح لما تخلص من دعاء الصباح الإمام أمين المؤمنين سلام الله عليه؟ خوش دعاء، دعاء الصباح في السجدة شو تقول؟ إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي؟ شنو؟ يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب، اغفر لي ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد، صلى على محمد. فالله سبحانه وتعالى يحب يستر العبد. شيء بالشيء يذكر، احنا كلنا نتمنى نشوف الامام صاحب العصر والزمان، صحيح؟ ما تقرا في دعاء العهد: اللهم ارينا الطلعه الرشيده والغره الحميده واكحل ناظري بنظره مني اليه، عدلنا وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك به. السيد محمد مهدي بحر العلوم، هذا رجل عالم ومرجع تقليد، وكان معروف بلقائه بالإمام الحج. أرسله السيد محمد مهدي بحر العلوم، أرسل الإمام صاحب العصر والزمان، منقولة في القصص، قال له: هو الإمام الحجة ممكن أنت ما تشوفه، بس يرسل لك شخص زين، هو ممثل، ممثل للإمام صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأوقات الإمام الحجة يشكرك على بعض الأعمال عن طريق مبعوث من قبله يرسله إليك. أعتقد ده الشخص في الحلة، في شخص معين شغله قصاب، يعني القصاب مو اللي ينحرها، مكروه طبعا اتخاذ النحر مهنة، النحر الشخص اللي ينحر الخروف، يعني اللي قاعد في المقصب هناك ينحر، هذا الشغل مكروه. عندنا بعض الأعمال مكروهة في الإسلام مثل بيع الأكفان، ليش؟ لأن ذا الشخص ينتظر موت المؤمنين حتى يبيع أكفان، صحيح ولا لا؟ وهذا ينحر، هذا النحر يورث قسوة القلب. في بعض الأعمال مكروهة في الشرع، مثل واحد يشتغل شرطي، الشرطي مكروه شغله، ليش؟ لأن عادة في الأعم الأغلب ممكن هذا الشرطي يتورط بإحضار المظلوم، إحضار المظلوم حرام شرعا، صحيح ولا مو صحيح؟ فهذه بعض الأعمال مكروهة. الصرافة، الصرافة مو صرافة دينار وليرة ودولار، لا، صرافة ذهب، الصراف يطلق عليه بالذهب، هذا هم مكروه، ليش؟ لأنه ممكن يقع في الربا. ما أعرف الموازين الشرعية في قضية تبديل الذهب. فهذا الشخص قصاب، مو انه ينحر، لا، هذا يجيبون له اللحمة في الدكان، واحد يبي يشتري كيلو لحم، شنو؟ يوزع اللحم، قصاب. اجى السيد محمد بحر مهدي، السيد محمد مهدي بحر العلوم الى منطقة الحلة يبحث عن ذا الشخص. السيد مهدي، السيد محمد مهدي بحر العلوم جاي الحلة، الحلة كلها اجتمعت، واضح ولا لا؟ مثل الحين لو السيد السيستاني مثلا يجي السيدة زينب زيارة، كل السيدة، كل أهالي السيدة، حتى يجوز حتى رئيس رئيس الدولة هم يجي، الوزراء كلهم، ليش؟ لأن السيد السيستاني حضر يريد يزور السيدة زينب، فالكل يجي، أدل له احتراما لمقام السيد، هذا مرجع تقليد عالم، أدلهم عنه. السيد محمد مهدي بحر العلوم عالم رباني مثل السيد السيستاني،
جاي الحلة زيارة، فالكل مجتمع والكل يبي يضيف السيد محمد مهدي بحر العلوم. السيد قال أنا ما أروح ولا أي بيت، بس في بيت قصاب أنا أريد أروح له. من هالقصاب هذا يسأله وكذا حصلوا القصاب. فقال أنا أريد أزورك، راح لبيت القصاب. قال يا على الله سيدنا أهلا ومرحبا، خير مقدم، أشرقت وأنورت وأهلت واستهلت، عالم رباني بيزورني، هذا فخر إلي. واضح لي. المهم قعد بالغرفة يعني مال الضيافة. السيد محمد مهدي بحر يراقب القصاب هذا شنو وضعيته، هل يصلي صلاة الليل، هل بعد الصلاة يواصل الأذكار، هل يصوم النهار، شنو وضعيته يعني. لا إنسان عادي يأتي بالواجبات يترك المحرمات، ما عنده الشكل المستحبات، لا إنسان عادي يروح على العمل الصبح يجي عادي. ثلاثة أيام السيد راقبه، فبعد ثلاثة أيام قعد يا القصاب قال لي أنا راقبتك شفتك إنسان عادي يعني تأتي بواجبات تترك المحرمات، شنو السر اللي أنت فيك إلا الإمام المهدي صاحب العصر والزمان وهو اللي أرسلني إليك أزورك، أنت فيك شيء، فيك سر معين. هذا قال له ماكو شيء يعني شو السر يعني، أنا تشوفني عادي أروح وأجي ماكو شيء. قال لا فيك شيء، فيك شيء، الإمام المهدي ما يرسلني عبثا، في حكمة معينة. أنت مسوي شيء في حياتك خاص ما حد يدري إلا أنت والله بس. فكر القصاب قال له إيه في شيء. قال تقدر تعلمني ذا الشيء؟ قال لي أقدر أعلمك. قال له شنو ذا الشيء؟ قال لي أنا شاب ويعني وصلت بعمر الزواج وحبيت أتزوج، فخطبت امرأة شابة. ليلة العرس لما دخلت بهذه المرأة رأيتها ثيبا ما كانت بكر. طبعا الشاب يحب ياخذ امرأة شابة بكر، صحيح عندنا في الحديث تزوجوا الأبكار، هذا حديث موجود، فإنهن أعذب أفواها وأنشف أرحاما وأسرع تعلما وأثبتهن مودة. خوش حديث، الشباب لازم يأخذ واحدة شابة مو يأخذ عجوز. واضح لهم عندنا في الحديث ثلاثة يحطمن البدن، ثلاثة حديث ثلاثة أشياء يحطمون البدن تحطيم، دخول الحمام على البطنة يعني أنت شبعان وتروح الحمام تستحم هذا مكروه، والغشيان على الامتلاء يعني تروح الجامع زوجتك وانت بعد بطنك مملوء اكل هذا مكروه، ونكاح العجائز، نكاح العجائز بعد يحطم البدن. واضح ولا لا؟ انت شاب عمرك 20 سنه تروح تاخذ لك واحده 70 سنه او 60 سنه، لا غلط هذا. واضح؟ فمستحب ان تختار بكرا شابه ذات اصل كريم. على كل حال فقال انا تفاجأت ان هذا الثيب، ولعل المرأة يعني ما ارتكبت الحرام، انت لا تحمل الاخرين على محمل سوء، لعل مثلا وقعت من مكان معين وصار عندها فتق. واضح لا واضح؟ لا نستعجل احنا في اطلاق الاحكام، وهذه من احد مصايبنا احنا، كثير من العلاقات الاجتماعية تدمر على نتيجة سوء ظن، ان بعض الظن اثم. صحيح ولا مو صحيح؟ الحين شفت انت الشيخ مثلا واقف برا وامراه واقفه وياه، ها الشيوخ بعد لهم علاقات غير شرعيه، ليش يا حجي؟ لعل اخته، لعل خالته، لعل زوجته، عدلهم هذا، لعل وحده تبي تسال مساله شرعيه. ليش احنا اذهاننا بسرعه تقذف الاخرين؟ مو صحيح ليه.
احمل فعل أخاك على 70 محمل من خير. فيقول أنا شفتها هذه بك ثيب، ما سألته ليش وما ليش وتحقيق، لا ولا تجسسوا. الله يقول ولا تجسسوا، عدل ما عدل، تجسس حرام. زوجتك عندها موبايل في البيت، انت تي تفتح الموبايل مالها ما يجوز شرعا، تقول لي زوجتي زوجتك ما عليه، بس الموبايل مالها ملكها، مالك حق تتجسس على الموبايل مالها. تقول شيخنا انا اشك فيها، اشك فيها، مالك حق اشك فيها، على اساس الشك؟ كثير من حوادث الطلاق سببها تجسس، تدري وما تدري. انت المرأة ما يجوز لك تتجسسين على موبايل الزوج، مالش حق الساعة 10 رجع البيت، وين كنت؟ مالش شغل انت وين كنت؟ الا بكون يكون انت زوجة في البيت، وظيفتش لش وظائف معينة، ها؟ تحتاجين نفقة، هي السكن، ملبس، معاشرة بالمعروف، بعد تحققين انت وين كنت ويا مين وهذا اللي اتصل مين. هاي صعبة دي المرأة، ما تتعاشر، هذه تحط مع صابط، عدل ما عدل، تفتحين يا تحقيق، انا قاعد يا مين وين كنت وين هيك، ايش طلعت هذه؟ شنو ضابط، ضابط تحقيق في البيت؟ شنو وزير داخلية انت؟ شنو السالفة؟ التجسس حرام، ما يجوز تجسس. واحد بالواتساب كاتب لي يقول شيخنا انت وين؟ قلت له انا خارج البلد. يقول لي وين انت؟ في اي بلد؟ انت شليك؟ انا في اي بلد؟ ايش عليك انت؟ انا في وين؟ انت شليك انت؟ مالك شغل انت؟ تسال عن احوالي، طيب احوالك زين؟ خلاص بعد وين؟ مالك شغل، واضح ولا لا؟ احنا ترى فينا فضوليه وايد، واضح ولا لا؟ حتى الشيوخ الملالي من صنفنا بعد فضوليه عندنا. انا قريت في مكان في لندن، قريت رجعت، ايش قاعد اعطوك؟ وانت ايش عليك؟ الله لا، اعطوني مليون دولار لو 1000 دولار لو ما اعطوني، انت ايش عليك؟ شنو السؤال هذا بيفيدك؟ شنو يعني بيزيدك علم حيل؟ شنو يعني؟ واضح لا؟ فضوليه وايد عندنا. مرة واحدة واحد سقط شهيد في أحد الحروب الإسلامية، فجاءوا للنبي قالوا له يا رسول الله هنيئا لهذا الشاب يدخل الجنة، قال لا ولا تحتموا على الله الجنة. ليش حتم؟ لعله تدخل في شيء لا يعني، واضح له. فالفضولية الزايدة دي مكروهة، ولا تجسسوا. والله على كل، فطلعت ثيب، ما سألها أنت ليش وكذا، لا يحرج المرأة، واضح له. فقالت لي أريد منك شيء واحد، استر علي ولا تفضحني ولا تخبر أمي وأبويا وكذا، أخجل أنا اليوم، باجي نسوي لي تحقيق أنت شلون صرتين كذا، واضح له لا؟ استر علي. فستر عليها وصار السر بينه وبين الله وبين زوجته، وما أذاعد السر، واضح؟ بقى فالإمام المهدي يريد يشكر على هذا العمل الصالح، فأرسل له مرجع تقليد عالم حتى يزوره يشكر على هذا الموقف، واضح؟ فلا تفضح خطيبتك، زوجتك، بقيت إياها فترة وطلقتها، بعد لا تتكلم عليها، هذه كذا وهذه كذا، ماكو داعي، واضح. عندك زميل في الدراسة، صديق، اختلفتون يا بعض في قضية معينة، اتحملوا بعض، لا تفضحون بعضكم البعض، لا تتكلمون على بعضكم البعض وقدام الناس والعالم وفضائيات، عيب مو لطيفة، استروا على بعضكم البعض، خصوصا انتم رجال الدين والعلماء والفطاحة لله، مورد قدوة للأمة، عدل ما عدل. احترموا العمامة مالتكم، احترموا لباسكم، احترموا هاي الشيبة البيضاء،
مو في كل شيء في كل واد تهيمون، مو في كل شيء تفتون، مو في كل شيء تعطون آراء، خليك موزون، خل عندك حكمة شوي. واضح ولا لا؟ ترى احنا وايد فينا أخطاء. طبعا في رجال دين صلحاء مؤمنين طيبين أخيار أتقياء موجود، وبعد في بعد مو خوشواد. واضح؟ بعض أوقات صديق عندك اختلفت يا مسح تاريخك الجميل كله، انت مسوي له خدمات تضحيات امور طيبه كلها راحت لان اختلفت اياه في قضيه بسيطه. هذا مو لطيفه، هذا مو من المرورات. عندنا في الحديث ان من العجز ان الانسان يكسب الاخوان، هذا اللي ما يكسب اخوانه هذا انسان عاجز. والاعجز من ضيع من ظفر به منهم. اللي عجز ان هذا الصديق انت ما حافظ عليه، مو الفن ان بس انت تكسب اصدقاء، شلون تحافظ عليهم حتى لا تخترب العلاقه. واضح ولا واضح؟ حتى الزوجه الله يقول ان من ازواجكم واولادكم شنو عدو لكم فاحذروهم. صح ولا مو صح؟ انت صديقك لا تعطي كل اشرارك لعله يصير بعد عدو يوم من الايام. صح ولا لا؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول واحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما، حتى العدو لا تعادي زايد لعله يصير صديق يوم من الأيام. صحيح ولا ما صحيح؟ ما كانوا يحاربون هنا الدولة، بعد فترة صاروا أصدقاء الدولة. والله في فانت وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. صحيح ولا صحيح؟ خليك معتدل. اذا حبيتين المراه حبت الزوج لا تحبه زايد لعل يصير عدو يوم من الايام، وانت الزوج بعد لا تحب الزوجه زايد لعل يصير عدو يوم من الايام. خليك معتدل، يعني اسرارك لا تقولها، مو كل شيء انت ايها الزوج تقوله لزوجتك. بعض الاوقات لا تقول بعض الاشياء، إن قلتها تورط. واضح لهم واضح؟ صلى على محمد وعلى محمد. يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم يجوز له أن يتكلم ضد ظالمه في حدود المظلومية. يعني واحد مثلا اكل مالك بالحرام، اكل اكو ناس وهذا حين نصابه، النصابون كثيرون، يعطيك شيك يسوي لك معامله الشيك يرجع بلا رصيد. وينك يا مؤمن؟ انت ملتحي وتصلي وتصوم، ليش تاكل اموال الناس بالباطل؟ لو روح سجن ويبقى في السجن 5 سنين على اثر ذا الشيك ويطلع من السجن وكانه عادي. هذا اكل الحرام، تعرف شنو نتاجه اذا واحد ياكل حرام؟ اولا دعاه لا يستجاب. احنا نقول ندعو غير ندعو، اللهم اقضي حوائجنا، سهل مطالبنا، يسر امورنا، اللهم ارزقنا خير الدنيا والاخره، الله ما يستجيب. ليش؟ اكو اشكال بالاكل. اطب، الحديث اطب طعمتك تستجب دعوته. تعرف ده الاكل الحرام شو يسوي؟ هذا يقتل الحسين سلام الله عليه. الحسين ابن علي امام، سيد شباب اهل الجنه، الحسن والحسين امامان قاما او قعدا، 30,000 جايين لقتال الحسين. ليش؟ تعرف شنو السبب؟ من احد الاسباب لما الحسين رأى القوم قال هؤلاء ملئت بطونهم من الحرام، ما قال شيء ثاني. اللي ياكل حرام يصير عنده قسوة قلب. والله فالمظلوم يقدر يتكلم ضد ظالمي. الحين هذا واحد اكل مالك، انت تكلم في حدود مظلوميات، هذا اكل مالي، هذا انسان حرامي، الله يلعنه، اشتمه،
بس مالك شغل بعرضه. واضح الامور. تتكلم على زوجته؟ لا غلط، ما يجوز. اتكلم في حدود المظلوميه مالك. فالايه تقول الا من ظلم. الانسان المظلوم يقدر يتكلم بكلام سيء، لا يحب الله، لا وبالجهر بعد تجهر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الحسين مظلوم لو مو مظلوم؟ مظلوم الحسين لو لا؟ ها الحسين الحين بقول لك اتكلم بكلام حقيقه انت جوز ما تتوقع. شلون ذا الكلام يصدر الحسين؟ اي يصدر، لانه مظلوم. واضح له الله يصدر منه بعض الاوقات كلمات نابيه بس في محلها. الله صريح وصراحته فائقه وجارحه في بعض الاوقات بس في محلها. شنو يقول الله؟ مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار. عدل ما عدل؟ هذه مو شويه قاسيه الكلمه؟ مثله كمثل الكلب. عدل؟ انهم كالانعام بل هم، هذا مو قاسي الكلام؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك شنو؟ زنيم. زنيم يعني شنو؟ يعني نغل. تعرف معنات نغل؟ هاي كلمه عربيه فصحى ترى نغل. يعني هذا مولود لفراش غير شرعي. يعني هذا بن زنا. واضح ولا لا؟ هاي كلمة نغل هي عربية فصحى ترى. الله يتكلم كلام شوية قاسي لأن الشخص يستحق. الحسين سلام الله عليه مو أسوتنا؟ مو قدوتنا؟ عدل أو مو عدل؟ الحسين تكلم بكلام بذيء في بعض الصور، ماكو إشكال، مثل ما الله قال حمار، أنعام، كلب، زنيم، ها؟ صار حوار في المدينة. معاوية مات في رجب، استلم يزيد السلطة. بس شلون استلمها يزيد؟ جبن المقفع أو المقنع العذري، قال أمير المؤمنين هذا وأشار لمعاوية، وبعده هذا وأشار ليزيد، ومن أبى فهذا السيف. يعني إرهاب. احنا ما عندنا حكم وراثي في الاسلام، ما عندنا حكم وراثي، الا اسس الحكم الوراثي هو معاويه صراحه. وبعدين يزيد ما لحق يتصدى للسلطه لان في صلح بين الامام الحسن ومعاويه على انه طبعا الحسن سلم له السلطه السياسيه، مو ان الامام تنازل عن امامته، لا، وان احد فروع الامامه هو ممارسه السلطه السياسيه، فتنازل له لهذا حتى يحفظ دماء شيعته ودماء اهل بيته. وكانوا في جيش الامام الحسن ناس جواسيس وناس استخدمهم معاويه، وقالوا له اذا اردت ان نسلم لك الحسن سرا سلمناك، لهالدرجه. فما يقدر يعتمد على جيش ضعيف. فصارت صلح من احد بنود الصلح ان بعد معاويه تعطى السلطه السياسيه للحسن اذا الحسن موجود، واذا لم يكن الحسن فللحسين. هذا شرط. طبعا معاويه راح الكوفه وقال كل ما ابرمته مع الحسن تحت قدمي هاتين. ما وفى بالعهد. واضح؟ المهم فانتقلت السلطه ليزيد، فيزيد ما يعتبر حاكم شرعي صحيح حسب البند. ما يعتبر رسميا، ما تقدر انت تقول هذا هو الحاكم حسب الصلح الموجود. المهم فكتب إلى واليه بالمدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن خذ البيعة من عبد الله بن عمر ومن عبد الله بن الزبير ومن عبد الرحمن بن أبي بكر ومن الحسين بن علي عليه السلام. وقال له، يقول الحين بعضهم يقول يزيد ما قتل حسين إلا قتله بن زياد، وهو نفسه يزيد قال عجل عليه ابن زياد يريد يغطي القضية. لا، هو قايل للوليد
خذ من الحسين البيعة وإلا أضرب عنقه. إذا في أمر، في أمر بالقتل، صحيح أو مو صحيح؟ فما تقدر أنت تقول، لأن يزيد لما صار عليه ضغط إعلامي قال عجل عليهم لزياد. وين عجل أنت؟ عاطي أمر يا حجي، واضح له يعني تقص علينا تمرر علينا، احنا نقرأ تاريخ عدل المعنى. فقال للوليد خذ البيعة من الحسين وإلا أضرب عنقه. في أمر عدل، أمر في أمر بالضبط عدل المعنى. الحسين جاء طبعا المجلس، كان في الليل المجلس، فقال للحسين، الحسين قال للوليد، الحسين هم حكيم، فقال له ما يصير انت تاخذ مني البيعة سرين في الليل خفافيش الليل، خلها قدام الناس والعالم نهارا مثل ما تاخذ من الناس خذوي. ادله ما ادله جواب حلو، قال جيد تمام. جاء نهارا، طبعا الحسين جاب وياه 30 من موالي واهل بيته مسلحين، لان احتمال قوي يصير صراخ، فالانسان يحتاج الى ان يوفر له قاعده امنيه قويه. صحيح ولا صحيح؟ بعدين الحسين ما كان يريد انه يذبح او يقتل في المدينه، خير لي مصرع انا لاقي بين النواويس وكربلاء، التضحيه في كربلاء هناك لها 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 اعلام اكثر، لها ضوضاء اكثر، لها انتشار اكثر، بينما اذا يموت في المدينه انتهى الحسين. واضح له؟ عدل له؟ فالحسين لازم يكون حكيم في كل تصرفاته، صحيح ولا مو صحيح؟ فجاب اياه 30 مسلحين. المهم صار حوار، الوقت انتهى يعني ساعة الا ربع، قالوا لي بس شو اسوي وياكم؟ صلوا على محمد وآل محمد. يلا نختصر. طال عمرك الوليد عرض البيعة على الحسين. قال له نحن بيان مقام الحسين. إنا أهل بيت النبوة، الحسين يقول سلام الله عليه. إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله بنا يختم. شوف ضروري إن أنت تعرف مقام أهل البيت. شوف جهات الجامعة كلها ذكر مقامات، خزان العين، منتهى الحلم، ها، ومنار الرحمن، أركان البلاد، ساسة العباد، إلى آخره. فقال ومثلي لا يبايع مثله، ويزيد فاسق شارب للخمر، قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله، نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. ترى النص علينا احنا، الأئمة من بعد 12 وكلهم من قريش، هذا نص متواتر الفريقين. على كل حال مروان كان هناك، مروان الحكم، وكان هذه عادي أهل البيت. ف قال لمروان، قال للوليد، قال إذا الآن ما تأخذ الآن البيعة من هذا بعدين يفوت، ما تقدر تظفر به، احبسه واضرب عنقه. عجيب، احبسه وهو الوليد يبي يتخلص أصلا من القضية، ما يبي يبتلي بدم الحسين. فهني الإمام الحسين لما سمع هذه الكلمة من مروان شنو قال؟ قال له يا ابن الزرقاء، هذه قوية قوية. قال له شنو؟ يا ابن، تعرف شو معناها الزرقاء؟ أم مروان كانت معروفة، موموسة، معروفة بالبغاء والزنا فقال له هذه قوية الكلمة، يا ابن الزرقاء أتهددني بالقتل؟ أثمت وكذبت. عطاء قوية. المستند ماله وين؟ لا يحب الله. إذا قالوا لك شنو؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. في عاشوراء قال إن الدعي ابن الدعي، يعني نغل ابن نغل، واضح ولا لا؟ ابن زنقة. إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من فيدعو الإمام. فالحسين معذور، واضح ولا؟ لما جرح الإمام سلام الله عليه أتاه السهم المثلث في قلبه، وضع يده تحت الجرح، امتلأ الدم العبيطة،
لطخ بها لحيته ووجهه ووقع بأبي وأمي على الأرض وقال هكذا أكون وأنا مخضوب بدمي وأقول يا رسول الله قتلني فلان وفلان. إذن بين القاتل ماله. طبعا فلان وفلان الإمام الحسين ما يقدر يحصث أسماء 30,000 لأن بعد ساعتين خلاص. وبعدين الإمام هو في أي حال هو السهم أثر السهم في قلبه خلى الإمام ينوب رقبته ما يقدر يتحمل مو فكر يحصل لك 30,000 اسم شلون يقدر يحصيها واضح لو لا. فهو ركز على القتلة الرئيسيين واضح لو واضح. هذه بلي بحث طويل. المهم الإمام سلام الله طالع من المجلس وصمم على الخروج من المدينة خلاص مطارد صار تحديد أمن ماكو. فوين راح المدينة فين ومين؟ عنده أحباء الإمام ما شاء عنده أحباء هذا بلده هذا وطني جده هني أمه هني أخوه الحسن هني. فقبل لا يخرج قال أول شيء أروح أودع منه أودع النبي صلى الله عليه وسلم. يروح للنبي هم يشكو لآلامه وهمومه واضح ولا مطارد أي الموت صعب على الفتى مفارقة الأحباب والله أصعب. فجاء إلى قبر النبي وهو يقول السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين بن علي فرخك وابن فرختي وصبتك الذي خلفته في أمتي فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم قد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني وهذه شكوى إليك إلى أن ألقاك. فأخذ يصلي بأبي وأمي وكذلك رجع ودع قبر أمه ودع قبر الحسين. اجتمعت عليه نساء بني عبد المطلب اجتمع بأم سلمة لقاءات صارتها ثم رجع كذلك إلى قبر النبي وقال هذا اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا ابن نبيك اللهم وقد حضرني من الأمر ما قد علمت فيا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر فأسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكتب لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. يقولون غفى على القبر فرأى النبي في المنام ومعه مجموعة من الملائكة بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فضم الحسين إلى صدره يا الله وقبل ما بين عينيه وقال له حبيبي تبع تقول حبيبي يا حسين كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك مذبوحا يعني قام يقرأ المقتل بأبي وأمي مقتولا مذبوحا بأرض كربين وبلاء وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى من
صابت من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي، وإن أمك وأباك وأخاك مشتاقون إليك. فأخذ الحسين يقول لجده: يا جد أخذني إليك، لا حاجة لي للرجوع إلى هذه الدنيا. فقال له النبي: لا بد لك من الرجوع، فإن لك درجات في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. ضمني يا جداه في هذا الضريح، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح. ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح، فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين. جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب، واشاب الهم راسي قبل ابان المشيب. فعلى من داخل القبر يا الله بكاء ونحيب، ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، انت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء. انما الدنيا اعدت لبلاء النبلاء يا الله، لكن الماضي قليل بالذي قد اقبلا. فاتخذ درعين من حزمين وصبر سابغين. شنو الخبر؟ ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء يا الله، وستبقى في ثراها عافلا منجدلا. وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا يا الله، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجل. رحم الله من نادى وحسينا، وقد تحقق ذلك يوم عاشوراء، ورأت زينب الشمر جالس على صدر الحسين تقول لي: يا شمر بالله دخلي، وما شاف من الطبرات يزي يا الله، تشوف الوج ما غير النفس بي، وعينه نوب يشبحها وتغمر. دقل لي يا كتر خالي من الجروح يا الله، تحط سيفك يا خايب والدم يفوح. طابرة فوق طابرة تشعب الروح يا الله، يشوق القلب من عيدها ويفغر. يا خايب اخويا حسين ساعة يا اغمر ومن الموت بعد، ما هو شمع اطباع. ادخل براح روح حسين تضر، امثل شمر اذل الله جبهته، يلقي حسينا بذلك الملتقى الخشن يا الله. يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من هو بالمنظر الأعلى، يا من يحول بين المرء وقلبه، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، سهل مطالبنا، يسر أمورنا، اشف مرضانا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. أنا وايد سألوني الدعاء حقيقي، وايد سألوني، فأسأل الله تعالى من سألني الدعاء، اللهم اقضي حوائجهم، سهل مطالبهم، شافي مرضاهم.
وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف، رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلاة.